بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله استكمالا لسلسلة أعرف الدواء، نتكلم اليوم عن الميتالجين. يحتوي على المادة الفعالة دايبيرون. استخداماته: استخدم كمضاد للالتهاب، مضاد للتشنجات، مضاد للحرارة، خافض الحرارة. استخدم أيضا كمسكن للألم. الحيوانات المستهدفة: بنستخدمه في الخيول، استخدم في الخيول، استخدم في الكلاب والقطط. بالنسبة للجرعة: بيستخدم في الخيول بمعدل 1 ملي لكل 12.5 كيلو جرام وزن حي. بيستخدم في الكلاب والقطط بمعدل 1 ملي لكل 10 كيلو جرام. وزي ما قلنا ان هو غير مخصص للحيوانات المعد حليبها او لحمها للاستخدام الادمي، يعني ما بنعطيهوش للمواشي ولا الاغنام. الابل يستخدم فقط في الخيول وفي الكلاب والقطط. في بعض المحاذير: لا يجب خلطه مع مضادات الالتهابات الاخرى، يعني ما نخلطهوش مع السبعات فينايل بيوتازون، ولا نخلطه مع الفلونكزين، يستخدم لحاله. له تأثير ضار على الكلى لو استخدم بكثرة، له تأثير ضار على الكلى، ومن الممكن أن يحدث نزيف. يجب دائما الالتزام بالجرعة والمدة المقررة للعلاج وعدم الإفراط في استخدام العلاج. الاستخدام أثناء الحمل والإرضاع: الميتالجين آمن أثناء الحمل والإرضاع، تستخدمه بأمان أفراس اللجاح والكلاب والقطط الحوامل، فيش اي مشكلة. بيستخدم دون اي محاذير. قلنا انه يجب عدم خلطه مع مضادات الالتهاب الاخرى. يستخدم فقط مع المضاد الحيوي المناسب، يعني لو انا استخدمته اثناء العدوى او ارتفاع درجة الحرارة في الافراس، يجب ان استخدم معه مضاد حيوي مناسب للحالة زي البنسلين او الاموكسيسيلين حسب الحالة اللي قدامي. ومدة التحريم لا يوجد، لأنه غير مخصص للاستخدام في الحيوانات المعدة للاستهلاك الأدمي. دي نبذة مختصرة عن الميتالجين. منتج سعودي، الشركة السعودية للمنتجات الصيدلانية. نرجو أن احنا نكون أفدناكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.